نزلت على الموقع بس أنا ما سجلت، قلت له يعني ما مقتنع حاليا. بعدين لا يعني صار الاقتناع أنه أجي يعني ألاقح. أنا صارت بي الإصابة بشهر 10، بس الحمد لله وشك كانت الإصابة كلش خفيفة، يعني أخاف من الإنفلونزا. أحد في البيت كان وياك مصاب لو بس خضرتك؟ والله كلهم سووا مسحات ما بيهم، بس نفس العلامات مالتي وأنا الإنفلونزا. نعم. اللي ظهرت عليهم خفيفة كانت. اي بس احنا راسا يعني واحدنا يحجز يعني يحجز نفسه صح مكان هو واحد موجود تمام. والادوية اللي ناخذ ادوية يعني ترفع المناعة اي اها انتبايتك كلها اي انتبايتك خافض حرارة مسكنات احسنت وفيتامين مجموعة الفيتامينات انا اصلا كلها اخذ لان بيها ضغط وسكر اخذ يعني البي والبي بليكس وجماعتها ومستمر عليها لحد الان بس هي بعديها صارت انفلونزا مال بعد هي انفلونزا وانفلونزا بس من سوينا المسحه طلعت ايجابيه هي اي بس كل بس علامات يعني مثل واحد يقول عفو اسهال واحد يقول قطع نفس ما ادري ايش ارتفاع درجه الحراره ارتفاع درجه الحراره قشعريره كانت وياها قشعريره يوم يوم واحد يعني من قلت كان يصير فيها انفلونزا تلزمني بنت اسبوع 10 ايام بينما مش عجب قررت تاخذ لقاح لما انت مصاب مو قالوا لي 6 شهور اي فاني بين هالفتره هاي صار عندي اقتناع كم